مرحبا، اسمي كارولينا شماس، انا مصممه اورا هيد بيسز، هي براند للهير اكسسوارز. انا هون اليوم بمناسبه يوم المراه، حابه افيد المشتركين اليوم بخبرتي. رح اخبركم شوي عن قصتي، كيف بلشت باورا. اول شيء كنت صحفيه موضه بسنه 2012. انا وعم بشتغل بالمجله لاحظت انه بالصفحات الموضه ما كنت لاقي شيء للشعر، كل شيء كان حلق ودريسز بس ما كان في شيء للشعر. في نهار قلت لحالي اوكي رح اشتغل انا على كونسبت خلي الموديل تلبس شيء تحطها على راسها. وهيك بلشت، رحت انا وانا اكريتد هيد بيس بايدي ولبستها اياها للموديل اللي بالفاشن شوت وراحت راح المجازين راح على البرنت. ومن وقتها صاروا يتلفنونا على المجازين يسالونا شو لابس المراه على راسها، واصحابي بالشغل كلهم كمان كثير حبوا الفكره. هيك بلشت شوي وشوي وصرت لاقي انه فيها كثير بوتنشل، لانه شيء عن جد غريب وشيء عن جد جديد. الواحد لما يكون هو عارف حاله شو امكانياته معناتها قادر يوصل. انا اول شيء وقت قلت لهم حاعمل براند هير اكسسوارز طلعوا فيه العالم انه اكسسوارز للشعر، قال لهم ايه، وكلهم يضحك ويقول لي للشعر اكيد ما راح تبيع شيء، مين حيلبس شيء على شعره. اعطتني مره طاقه انه ما افقد الامل في الشيء اللي انا احبه وان شاء الله بواصل واسويه. انا ركزت على انه انستغرام حتكون لإلي الطريقه الوحيده اللي فيني افرجي للعالم كله شو عم بعمل، لانه صار في كثير عالم عملوا لي فولو وصار في كثير 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 بلوجرز لبسوا من عنا وعرفوا عنا من الانستغرام. قصه نجاحان اعتبرها قصه مفيده لي وملهمه لي انا تاني والكل باش ننجحوا كل واحد في المجال تاعه. كارولينا حدا كتير لفت لي نظري بهي شو عاملة وقد ضلت مصرة وعم تمشي ورا الشيء اللي هي بدها اياه وخلقت من ما شيء كتير حلو، يعني أنا اعتبرته مثال حتى أنا أتقلد فيه لبعدين. أنا برأيي بلاقي إنه كتير مهم تفرجوا على السوشيال ميديا مين أنتو in terms of تفرجوا كل المواهب اللي أنت شاطر فيهم. كمان بنصحكم مثلاً إنه تحكوا عن حالكم تعبروا عن نفسكم بطريقة تكون حقيقية. أنا كامرأة كتير اشتغلت على حالي وعلى البراند تبعي وعلى شركتي لحتى قدرت أنجح، إن شاء الله يكونوا استفدوا من قصتي لحتى كل واحد منهم يتطور بمجاله. وأنا بتمنيكم خاصة أنتو عندكم هلأ الفيديوز اللي حتفرجوه عن الموهبة تبعيتكم إن شاء الله تقدروا تستفيدوا منها منيح وتتفرجوا مينكم انتو وضلكم رايحين على الاخر اند ما في حياتكم تستسلموا. شيء جميل اللي هي قاعده تقوله ودفعه معنويه لنا. اليوم اللقاء مع كارولينا خلاني امن انه النجاح بيبتدي بخطوه. انا بالنسبه لي التحدي صعب شويه لان المفروض ان انا هحفز المراه، الكوميديا دايما بتطلع من الحاجات السلبيه، فانا ازاي هحفز المراه واقول لها يلا وانت كويسه وانت حلوه وفي نفس الوقت هتريق واطلع كوميديا وضحك. شو طمني؟ الفكره بتاعتي بتدور حوالين ان احنا كمجتمع عربي عمالين نناشد بحريه المراه والمساواه ما بين المراه والراجل لدرجه ان احنا نفسنا صدقنا ان بقى في مساواه فعلا وهم واخدين حقهم اكتر مننا بس الاساسيات مش موجوده. اول الفكره بيقطع انه منيح بس انا نصيحتي ما تكفي بفكره الاسبوع الماضي. لو انت على اليوتيوب شانل تبعولك بدك تعمل مثل سيريز عرفت حلقه تلحق الثانيه اوكي فيك تعمل هذا الشيء، بس انت ببرنامج بدك تفرجي الكرياتيفيتي تبعيتك، بدك كل مره تطلع شيء جديد فكره جديده حتى لو مستوحيت من الفكره اللي كانت قبل بس ما تكفي بالفكره تبعيتك. يبقى هيبقى في كاركترين برضه حتى لو انا هبقى معي حد تاني. خايفه شوي من الفكره لانه الفكره حاستها كثير بتنتهي على دراما بتنتهي على الواقع تبعولنا بس ما غيرنا شيء. المشكله ان هو ده الواقع بتاع المجتمع بتاعنا، ان هو المجتمع بتاعنا بيتكلم يتكلم يتكلم وفي الواقع ما بيعملش اي حاجه. بدنا نغير فبليز ارجع روح فكر بالفكره. احاول اشتغل عليها على قد ما اقدر واحاول احط في قفله الفيديو حاجه ايجابيه على قد ما اقدر، بس اهم حاجه ما اخرجش من نطاق الكوميديا بتاعي عشان ما اقلبش لايف كوتش زي ما وائل قال لي قبل كده. تحدي لهذا الأسبوع عن يوم المرأة العالمي، انبسطت كثير بالتحدي أولاً لأنه أنا امرأة، أنا عندي كمان طموح، أنا بحياتي في رسالة بدي أوصلها، بحب أعيش بزمن تكون الامرأة فيه ما بتختلف في شيء عن الرجال. هاي رولا، هاي كيفك اليوم؟ كيف الحال؟ منيحة؟ تمام. أنت من أسبوع لأسبوع عم تتقدمي أكثر وأكثر، هذا الشيء كثير منيح، فخبريني هذا الأسبوع شو وضع التحدي وشو الفكرة اللي حددها هلا؟ أول شيء كثير
مبسوطة عم تقولي لي هيدا الحكي يعني بخليني دائما انه بدي اعمل احسن. صراحه اجوا كثير براسي افكار. اول شيء انا امي ولدت معلمه وعندي اصحابي يعني كثير الحمد لله واصلين بعلمهم، يعني في منهم عندي دكتوره مهندسه، في وحده بتلعب بوكسينج فقويه يعني. فحبيت يا اما انا احكي عنهم، واكيد انا كتبت غنية ولحنتها وجاهزه صارت لحقتي صلي عليكي خمس دقائق اخذت معي، او انا احكي عن مادر تريزا ومالالا، واكيد بسلايد شوز وفيديوز يعني هن اخذ اسمه شورت فيديوز. اوكي انا ما في لك اي فكره تنقي، بس انا بدي اقول لك شغله انه الفيديو تبعك لازم يكون معاصر. بالنهايه وقت بنحكي عن يوم المراه العالمي ما عم نحكي بس عن السليبرتيز ولا عن الناس المعروفين، لانه المراه هي المراه بالنهايه، يعني انا وانت وامك وامي وكل الناس اللي حوالينا. انا اللي بنصحك تعمليه هي انه تمسكي كل فكره من الافكار تبعولك وتطوريها للاخر، وانت عم بتطوريها رح تعرفي منك لوحدك ايها رح تستعمليها اكثر، ايها رح ترتاحي فيها اكثر. رجعت غيرت الفكره من بعد ما قعدت مع سيلين، حسيت انه بدي اعمل شيء بسيط بما انه انا غنيتي اللي انا كتبتها بدي هي تكون محور الجذب. خلصت الغنية ولحنتها وصار وقت التصوير، بس ما رح صورها مرة، رح أعمل شيء غير، رح أعمل سلايد شو بتشوفوها نهار الجمعة. قعدت اليوم يا سيلين وسألتها، قلت لها إنه الموضوع اللي أريد أحكي به عن أربع نساء، فشلون راح أصيغ الفيديو؟ راح أذكر أربع نساء قدموا شيء كبير بالتكنولوجيا، وراح اجيبهم بالتسلسل يعني من الاقدم ثم الاحدث. قد ايه انا عم نرجع لورا قديم؟ تقريبا 100 سنه. 100 سنه؟ سامي سيلين تريدني احكي عن انجازات للمراه بالتكنولوجيا بشيء معاصر، بس هي اغلب الانجازات الكبيره يعني صارت قبل 50 سنه. واجدد اختراع او اجدد مره راح تحكي عنها؟ من شيء 6 سنين تقريبا. انا اللي بدي اياه هو انه يكون الفيديو معاصر، ما بدي نرجع كتير بالوقت لورا، لأنه إذا عم نحفز المرأة هي عم نحفزها اليوم، عم نحفزها بهلأ شو عم تعمل بالأتشيفمنت تبعولها اليوم، كيف عم تغير العالم من حواليها بهالفترة. يعني أغير مواضيع؟ لا 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 لا، ما بدي كل ما أقول لك شغلة تفكر إنه بدك تغير الموضوع كله، ما بدنا نغير الموضوع، موضوعك منيح بده يتحسن. صراحة استفاديت من النصائح اللي قدمت لي إياها، أنطتني طريقة الترتيب وطريقة الأداء يعني غيرتها. أنا هسه حالياً جاي أصور الفيديو مالتي بمساعدة نور الدين. سامر مرات يرتبك قدام الكاميرا، فنصحته أنه قلت له احكي باللهجة العراقية يمكن تحكيها بشكل أسهل وتوصل للمشاهد بشكل أسرع. لجنة التحكيم دائماً يكون اعتقادها على طريقة الإلقاء، يعني دائماً أنه ماكو تفاعل بالفيديو، فبهذا الفيديو أحاول أنه أكون متفاعل ويا النص أكثر من قبل. الهدف من هذا الفيديو نذكر الناس انه مجال التكنولوجيا مو حكر للرجال، بامكان المرأة انه تقدم شيء مفيد بالتكنولوجيا. اني سامر صداقة من اول يوم، ولهذا اليوم اني ساعدته وهو ساعدني، احاول انطيه نصائح وهو ينطيني نصائح، فالحمد لله اكو تعاون دائم بيناتنا. حاليا دا اصور الفلوج مالتي بالميني ثياتر، دا احاول اسوي جو سينمائي على ما يطلع الفيديو حلو ومعبر عن السينما. ان شاء الله هالمره راح اكون من الثلاثه الاوائل، راح اسوي فد شيء حلو، راح يكون مختلف، راح يكون انفورماتيف وبنفس الوقت كرييتيف. حالياً بمطرح كتير مهضوم بمنطقة مار مخايل اسمه سموشكيز. أنا اخترت صور بهذا المحل لأنه بيشبهني، يعني ألوانه هيك باستل وفيه هيك ورد وهيك شغلات، لحتى يكون الفيديو تبعي جيرلي وفامينين ومارلين. موضوع الأسبوع سبيشل كتير ومعبر جداً، ولازم الرسالة اللي توصل تكون حلوة ومعبرة، عشان هيك اخترت أحكي عن خمس نساء مؤثرات بالعالم، مو بس بشكلهم إنما بأفعالهم أيضاً. هذاك الأسبوع كان الفيديو تبعي فيه جدية، فيه سوداوية،
هالاسبوع الفيديو تبعي اكثر مايل للفرح، مايل للكوميديا، لانه هي الشخصيه الاساسيه اللجنه حبتني فيها وعرفتني فيها. اخترت هذا الاسبوع زاهد لا يساعدني. الشغل مع زاهد كثير حلو لانه انا وزاهد بنكمل بعض بشغله، انه هو عنده التقنيه وانا عندي النظره، فهذا الشيء ركب على بعضه بطريقه حلوه، حتى انه بيساعده هلا بالفيديو تبعه. الشغل مع ماريلين تجربه جديده بالنسبه لي، يعني اول مره يعني اعتقد واجه شخص يعني عارف ايش بيسوي. عشان كده اخترت اساعد ماريلين الاسبوع هذا، لاني عارف واثق انها راح تعرف كيف تطلع الفيديو تبعي المقابل يعني كويس. ماريلين ما وصلت لمطرح ما هي اليوم ان كان بهالبرنامج او بحياتي العاديه، لاني بعمري نافست شخص اخر. انا المنافس الوحيد لنفسي، بتحدى حالي وبنافس حالي لأقدم الأحسن. يهمني رأي سيرين، لأن دائماً بداية الأسبوع هي تعطينا التحدي، وفي نفس الوقت هي تعطي النصائح التوجيهات الصحيحة لكيف ممكن يسوي الفيديو. شو خبرني هالفكرة، وين صرنا فيها؟ أشغلت والله طول الليل أمس قاعد أفكر فيها، والحمد لله طلعت بشيء. اوكي يلا خبر. هي انه اتكلم عن مخترعات عربيات كثير، حقول انه لحظه، في مخترعات عربيات كثار؟ يس في. اوكي ما تتخيلي، بس فعلا في. حقول عن المخترعه كده وش سوت، مخترعه كده وش سوت كده. مظبوط. اوكي و بس فكره انه يكون في كذا مخترعه من اصل عربي او عربيات كثير منيحه، بس ما تنسى شغله، بدنا نتعلم شيء. هذا الشيء كثير مهم، انه انت تضلك بمضمون انت شو بتعمل، وبما انه انت دائما بتعلمنا عن الساينس والسبيس، بدنا نضلنا نشوف شيء جديد. الاسبوع الفايت كان في خلاف بيني وبين سيلين في وجهات النظر، ولكن هذا الاسبوع يعني كانت الاحوال احسن بكثير، يعني حتى كان مزاج سيلين احسن. جبت علامه كثير منيحه الاسبوع الماضي، فضلك من هون ورايح بدك تطلع طلوع بالمضمون، بالمعلومات، بالشكل، كلهم هدول بيكونوا موجودين هذا الأسبوع. طورت لي ماريلين في محلها الصغير، ويفترض إنه تساعدني بالمقابل في التصوير، ولكن عشان شفتها مشغولة شوية مستحيت أسألها المساعدة. ولكن سامر كان فاضي، ما كان عنده أي تصوير أو أي شغل بيسويه، فطلب مساعدته. الفكرة حتكون طبعاً زي الفيديوهات السابقة، حيكون في الشيء الأساس اللي هو الإدوكيشن، حيكون في معلومة راح أقولها في ذا الفيديو، شيء كده جديد يتعلموه، وكالعادة راح أضيف تأثيرات After Effects، ولكن في ذا الفيديو حتكون شوية زايدة وحتكون مرحة شوية. أنا مبسوط بالفيديو اللي صورته اليوم، ومتوقع يعني انه حيلاقي اعجاب الكثير، بالذات انه حيكون في طابع مختلف عن الاسابيع الفايته. تحدي الاسبوع هذا كان عن اليوم العالمي للمراه، كل بيت اكيد بيكون فيه مراه، ولولا المراه احنا ما جينا، فاكيد الشيء هذا موضوع يهمني، ان شاء الله اني بوصل موضوع اقدر اثر فيه بمناسبه اليوم هذا. شو خبرني؟ شو صار الأسبوع الماضي؟ شو حسيت وقت عرفت إنه أنت منك بالصدارة؟ ما توقعت إنه ننزل يعني أول ثلاثة أول أربعة، بس من السادس مرة شيء زعلني. إن شاء الله إنه الأسبوع هذا يكون أقوى. يعني هذا الأسبوع مفكر بفكرة غير؟ فكرة يعني شوي غريبة، بس إن شاء الله إنه تنجح. طيب يلا خبرني شو عم فكر تعمل؟ الفكرة اللي مسويها إنه يعني كذا رسمة، ما تكون رسمة واحدة، ففيديو واحد بتكون. يعني هذا مرة شيء صعب إنه في دقيقة أسوي الأشياء هذه، بس أنا بتحدى نفسي وبسويها وكلها في مكان واحد. ما بعرف إذا هي فكرة واضحة براسك أكثر ما عم تقدر تفسر لي إياها لإلي، إن شاء الله يكون التنفيذ بقوة الفكرة بقوة التحدي تبع هذا الأسبوع. الحين أنا جالس أفكر إيش هي الرسمات اللي بتكون، وجالس أبحث أكثر في المحتوى المناسب ومناسبة هذا اليوم، واستعد إنه أبدأ أصور الفيديو إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع يهمني كثير وحساس كثير ومعنوي كثير، فهذا العمل اهديه لامي. هاي نور.
هاي سيلين، كيفك اليوم؟ مليحة. Good. Yeah good. شو وضع التشالنج؟ أنا حبيته بزاف. الفكرة كانت ديجا في راسي عن النساء اللي سافروا لوحدهم. Okay. تحديات اللي واجهوها. ربما راح نمد مثال على امرأة اللي راحت لكل بلد في العالم. راح نسلط الضوء على كيفاش العالم يقولون بلي لا لا ما تقدروش، ما هي لا مش للمرأة مش للمرأة مش للمرأة. فنحاول نوري بلي كل شيء المرأة ممكن تعمله. حسيت بلي راح يكون سهل وصعب، لازم التنفيذ يكون بنفس القوة اللي راهي في بالي. حلوة كتير الفكرة. بس بتحكي عن هيدا اللي مرة اللي سافرت العالم كله لوحدها. أيه. تفرجي كيف غيرت بوجهة السفر للنساء. يعني كتير مهم تسلط الضوء على شو تعلمنا نحن كنساء منها، وليش هيدا الشيء أثر على أنه النساء تصير تسافر أكتر لوحدها. أوكي. وضحت الفكرة؟ وضحت كتير. نحسها سيلين بروفيشنال أكثر، حتى لو بعض الأحيان النصائح اللي تمدها تكون شوية قاسية، فهي أكيد مصلحتنا لينا. أنا ونور هلأ من الأسبوع الماضي اتفقنا أنه نكون فريق، وفعلاً ساعدنا هذا كتير. حققنا أعلى سكورز أنا بجيبها وأعلى سكورز نور بتجيبها كانت الأسبوع الماضي. فأجينا على النادي بدنا نصور الفكرة اللي طلعت براسي. الرسالة اللي رح تكون بالفيديو هي أنه مو بمجرد أنه شخص ذكر ممكن يتفوق على أنثى. أنا وعم بحاول أعمل الورك أوت لقيت إنه في صعوبة كتير كبيرة بالورك أوت اللي أنا بدي أعملها. الفيس رياكشنز اللي عم تطلع مني وأنا عم تمرن عن جد حقيقية، ما عم بمثل أبداً. إذا حتوصل رسالة هذا الفيديو مثل ما وصلت رسالة الفيديو الماضي رح أخذ علامة كتير منيحة. فعلي أنا إني منتج الفيديو صح مشان توصل الرسالة بسهولة. الفكرة جات لي في الأول إن أنا أعمل مقلب في المتتابعين أنا وعبد الرحمن، وبعد كده اتفقنا إن إحنا ناخد معانا راشد، وأول حد جيب بالنا هو سارة، إن سارة قلبها طيب جدا فهتصدق أي حاجة هنقولها لها. شيل الكاميرا التانية. هي 3 4 5 بنسجل هنا صوت مع صوت عشان نركب الفلاب على بعض. يلا نروح. إلا أنه بدنا نعمل مقلب أنه محمود سامع كلام صايرة حكي عليه مطلع عنه كلام. بدي أحكي معك موضوع أصمني عارف كيف بدي أحكي معك فيه. طيب بس بدي إياكي قبل ما أحكي توعديني أنه هذا الموضوع تتحكمي بأعصابك شوي. طيب والله العظيم حلفتي هي. أقسم بالله. طيب محمود اللي وصلني حكي كيت 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 1 2 3 4 5 يعني حكي ما بينحكى. شو الحكي؟ ما أعرف يعني حكي على محمود؟ ايه قال لي، وأنا الشيء هذا ما الصراحة ما بقدر أقوله، لازم هو يواجهك فيه. سارة كثير متأسرة إنه شلون محمود بيصدق هيك كلام. ممكن أعرف شو اللي سمعته أصلا؟ يعني تقدر تقول كل شيء تكلموا أنتوا الثلاثة خلاص يعني؟ افهمك. لا 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 مش هلا، انا ما بيحق لي احكي، محمود اللي بيحق له يحكي. وانا قلت لكم مش عايز احكي، مش عايز اتكلم في الموضوع يا جماعه. خلص التحرك. طب هيك يعني تنسحب وبتروح يعني؟ ما منه حل. بدي اواجه كلامي يعني منه حل. اذا بدك تنسحب برجع عشاني، انا بنسحب قبلك لان انا ما بديش يا البرنامج اصلا. اخذت الكاميرا طلعت فيها، انا ماسك جو برو وراشد ماسك جو برو، راكبين بالاسانسير. لسه انا مو مجهز نفسي كيف بدي اقول لساره انه عم نعمل فيكي مقلب. اضرب راشد. راشد هرب بالكاميرا، خبط بالحيط من كثر ما هو خاف. لما ضربت عبد الرحمن انا خفت، ما كملت التصوير. الحمد لله انه ما كنتش انا اللي فوشيا. حاولنا نهدي فيها ونسكتها ونقول انه هو مقلب. انا مبسوط اني اكلت الكف، لانه لو ما اكلت الكف ما كانت سامحتني. عفويتها وكيف تاثرت انه نحن كيف ممكن نصدق انه هي حكي علينا باين لي قديش هي قلبها نظيف. لو انت مش قريبه مننا ما كناش عملنا مقلب ده فيكي. حسيت بالاول مقلب. خلاص رايك فينا احنا متقمصين. انت ملعون. وانت عم تحرك بتاعت العين. وين مستني عليا يا بابا؟ خلاص
وانا اقول لك ما تذكري اسامي ما تودناش فيها. تعرفوني انا باليوتيوب مليان قناتي مقالب، بعمل مقالب العالم، بس ما توقعت حدا يعمل لي مقلب. فانا هلا حطبخ على نار هاديه المقلب ان شاء الله، وانتوا الثلاثه رح توقعوا فيها، واولكم محمود لانه هو البيج بوس للمقلب. Gene.